ناخد ام يوسف وبعدها عم رجب. ام يوسف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ حسام؟ اهلا وسهلا. الحمد لله الحمد لله يا ام يوسف. ممكن اتواصل مع الدكتور؟ اتفضلي تؤمري. ازيك يا دكتور محمد؟ مرحبا بيك يا فندم. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب. اللهم امين. احنا وحضرتك. ممكن بس اسالك سؤال؟ انا عندي السكر بقاله 7 سنين. نعم. عظمي كله تعبني. سنك كم سنه؟ كله سنك كم سنه؟ عظمي سن سيادتك؟ عندي 37 سنه. انت ولدت كتير؟ نعم. حملتي وولدت كتير؟ اه انا حملت 6 مرات وولدت 3. طيب ما احنا بنشوف الاحلام اهو. اشوف يعني كان في 3 سقط و3 ولاده صح؟ اه. السقط كان في سن قد ايه؟ عمر قد ايه الجنين؟ في 7 شهور بعد 3 شهور وشهر ونص. طبعا اهميه السؤال هنا عشان بنشوف جسمها اتاخد منه كالسيوم قد ايه؟ في الحمام يعني حتى نقص كالسيوم العظم ذات نفسه كله يا دكتور. وانت 37 سنه الدوره بتيجي منتظمه؟ الدوره باخد حبوب منع حمل بتيجي منتظمه. طيب السؤال انت وزنك كم كيلو؟ نعم وزنك كم كيلو؟ انا وزني 96 كيلو وطولي 178. ما شاء الله. انا كنت منظمه اكل يا دكتور، كنت منظمه اكل بس انت طويله قوي. انت من المنصوره؟ استني انت من المنصوره طويله مش 178 الطول؟ انا طول 178. حضرتك من المنصوره؟ لا انا من كفر الشيخ. بنت عمها. ما شاء الله. امال جوزك طوله قد ايه؟ نعم جوز حضرتك طوله قد ايه؟ 200. وزني باخد علاج ايه؟ خلاص مش مشكله انا بهزر معاكي. بقول جوز حضرتك طوله قد ايه؟ اذا كان سيادتك طولك 180 سم يعني هو 190 طيب ماشي. 96 كيلو ما شاء الله. انا دكتور باخد جراليب 3 الصبح وباخد في ليبلاج روز بلاطش بعد الغداء حبايه. وانا وزني في الفتره الاخيره كنت خسيت ورجعت زدت تاني 2 كيلو. طيب الصايم كام؟ انا مش عارف. الصايم كان انا حليت اخر مره فاطر كان 146. طيب يعني السكر طول عمره كده كويس ولا بس الفتره دي؟ لا هو في الفتره ديت لا هو كان عيله عندي كان حصل 200 كان عندي التهابات فتعالجت من الالتهابات نزل لوحده. شاطره شاطره. طيب بالنسبه للعظم انا هرد عليك بالتليفون ان شاء الله من التلفزيون. الف سلامه. شكرا يا ام يوسف. يعني هو وهن العظام او نشر في العظام ده ممكن يكون هناك هشاشه عظام او عدم هشاشه عظام. بس ان ست في السن الصغير 37 سنه حملت ووالدت 7 مرات او 6 مرات فده يبين ان حصل نوع من استنزاف لمخزون الكالسيوم اللي جاي من العظم. والكالسيوم ده اللي هو الحجاره. يعني الكالسيوم فوسفات موجود في العظم موجود في الصخور. تمام. يعني احنا صخر واخد بالك ازاي؟ فانا بدل ما نكلفها بقى وقيسي وما تعمليش هتاخد حاجه اسمها فيتامين دي 3 بلس كالسيوم. دي حبوب اسمها يعني فيتامين دي 3 هتبقى تجيبه وتوديه للصيدليه بلس زائد يعني كالسيوم. دي تاخد حبتين قبل الاكل بساعه 3 مرات في اليوم. ولو كان في فرصه تشرب كوبايه حليب ولا حاجه يبقى كويس. لو الحبوب الكالسيوم دي تاخد معاها كمان برتقانايه او ليمونية هتساعد الهضم والامتصاص. ما نفعش بعد 2 شهر تكلمنا تاني يبقى هنخش بقى في شويه تحاليل نطلبها منك وعلاجات اقوى من كده واغلى شويه. طيب وصلنا